مع فتاه شمس كانت تجربه كثير حلوه، علمت اني اكون يعني واثقه بحالي واللي الشيء اللي عم بعمله انه هو صح. اهم شيء معامله البنت بهدوء واسمعها اكثر ما تسمعني. دائما اعبر عن رايي ولازم اتفهم من الناس اللي حوالي، ما اتسرع في اي شيء بحكي. التجربة كانت حلوة وتعلمنا انه الواحد يكون علاقته كتير منيحة مع بناته. كتير استفدت انه عندي بنتين كنت ما اعرف اتعامل معهم، يعني صرت سلوكي كيف اتعامل معهم. دعمتني وقلتلي ثقتي بحالي، تقوت شخصية الاولاد، بحسي انه شو صار كتير الفة وهيك بتنطلقي بالمجتمع. انا بحكي لها لامي كل شيء، ايام هي بتتفهمني ايام لا، هلق صارت تعطيني مجال اعبر عن الشيء اللي انا بدي اياه. في اشياء بتفهم البنات، اشياء بتصير مع كل البنات بعمر المراهقه. فتيات شمس قدرنا نعرف كل الاجوبه عن الاستفهامات اللي عندنا اياها. صرت انا احب بيتي اكثر لاني حسيت انه نحن ببيتنا عم نطبق هذا الشيء اللي عم يتدرس، بس لسه صرت بعطيها الثقه كامله انها تختار هي